عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم حبايبي طلاب التوجيه العلمي والصناعي؟ اليوم بدنا ناخذ ان شاء الله الحركة في بعدين، motion in two dimensional او two dimensions زي ما بدكم. كثير سهلة وكثير بسيطة ان شاء الله. بدنا ناخذ مراجعة بسيطة قبل ما نبلش لكل شيء اخذناه بالوحدة هاي او بالفصل هذا. يلا خذوا نفس، اهدوا، استرخوا، وان شاء الله الحصة هاي راح تكون من اسهل الحصص يا حبايبي بالفيزياء. هاي بلشنا احنا الفيزياء اليوم هسا بلشنا الفيزياء. بتمنى تكون حصة رائعة لكم، وعن جد الفيزياء حبايبي مادة حلوة، بس ايه بدك تفهمها. تمام، يلا ناخذ مراجعة من بداية الدرس. شو اخذنا يا حبايبي في اول حصة؟ خلنا إشي اسمه الكميات المتجهة. وقلنا الكميات المتجهة بلزم تعبير عنها مقدار واتجاه، وخذنا الكميات القياسية وقلنا بس بلزم هاي عنها مقدار بدون اتجاه. لو واحد قال لك أعطيني أمثلة على كميات متجهة، بتقول له السرعة، القوة، طبعا السرعة إيه؟ الفيلوسيتي، اصحك السبيد، تمام، الفيلوسيتي غير السبيد. إيه السرعة، القوة، الإزاحة، هاي كلياتها حبايبي كميات متجهة، كميات قياسية غير متجهة زي الزمن، تمام، زي الكتلة بهاي الطريقة. طيب، وأخذنا الموضع والإزاحة، وقلنا الإزاحة إن هي المسافة بين بداية المتجه إلى مباشرة إلى رأس المتجه الأخير، لنهاية من بداية المسار إلى آخر المسار مباشرة. وقلنا أو هو المتجه من بين البداية من بداية المسار إلى نهاية المسار مباشرة، هيك معناه. وأخذنا جمع المتجهات، وأخذنا الطريقة الهندسية قلنا كبها بزبالة ما بتلزمني، وأخذنا جمع المتجهات بطريقة متوازي الأضلاع، وهي هو اللي بهمني. وقلنا يا حبايبي إن بجمع المتجهات إذا كان بينهم زاوية على القانون هذا، جذر A تربيع زائد B تربيع زائد 2AB كوساين فيتا. شو هي فيتا؟ الزاوية اللي بينهم. كيف بحدد يا حبايبي اتجاه المحصلة بقانون متوازي الأضلاع؟ على قانون الجيب، ساين ألفا يساوي بي المتجه العمودي لإقبال ألفا على إيه؟ على آر في ساين فيتا، تمام، اللي هي بينهم. كثير مهم وكثير بسيط، وأخذنا يعني كثير عنه. وأخذنا يا أبطال جمع المتجهات بتحليل المركبات متعامدة، وقلنا كل واحدة بنعملها كوساين وساين، وبأجمع كل واحدة بالاتجاه نفسه، تمام. بدك تاخذ طريقة الكتاب خذها، بدك تاخذ طريقتي خذها، واعمل اللي انت بيناسبك، تمام، اعمل اللي انت بيناسبك زي ما بدك. قلنا بناخذ مجموع اف اكس تربيع زي مجموع اف واي تربيع تحت الجذر، وتاني الانفرس مجموع اف واي على مجموع اف اكس الها بهاي الطريقة. طبعا هنا هي مجموعة متجهات وحلين عليهم، بتمنى يا حبايبي وحلين عليهم مجموعة من الأسئلة الإضافية كل أفكار بتوقع، وراح نحل إن شاء الله يعني بعد نهاية الفصل هذا راح نحل يعني 20-30 سؤال إضافي عشان تعزز الأفكار بالكتاب. خليكوا تجيبوا إيه علامات كاملة للي حاب يتوسع، وإذا مش حاب تتوسع بس افهم أفكار الكتاب ويعطيك ألف عافية. طيب، وخذنا المرة اللي فاتت ضرب الكميات المتجهة، وعنا في عنا إشي، عنا الضرب النقطي، تمام. طبعا ضرب حبايبي وحد بمقادير بعطيك بنفس الاتجاه، بس دير بالك ما يكونش إشي سالب، يعني عدد سالب كثير، وإذا سالب بتعكسه هو بصير معكوس. وطيب الكمية المتجهة بكمية قياسية، قلنا ضرب كمية متجهة بكمية قياسية بتصير الاتجاه حبايبي بسرعة إيه؟ بسرعة الكمية المتجهة. الكمية القياسية ما خاصة بالإيه؟ بالاتجاه، أكيد فهمنا. وخلنا الضرب القياسي النقطي، وقلنا A دوت B يساوي AB كوساين فيتا، وهنا ما بعطيني اتجاه، وانا اتجاه ما بعطيني، زي شو مثلا؟ زي قانون الشغل يساوي القوة بالإزاحة، هذا القانون بتحفظه زي اسمك، تمام. وحكينا عن ضرب الكميات المتجهة ضرب تقاطعي اللي هو المتجه ضرب المتجه الكروس، وقلنا C يساوي A كروس B، يعني إيه المقدار لـ C يساوي المقدار لـ A ضرب مقدار B في ساين فيتا اللي هي الزاوية بينهم. وقلنا يحدد هذا باستخدام قاعدة اليد اليمنى، وأعطيتك طريقة اللي هي سين صادعين طبعا، واعمل انت بالطريقة اللي بتناسبك، تمام، يعني اعمل انت بالطريقة اللي انت بتحسها مناسبة. طبعا هنا اف بي القوة حبايبي بيأثر فيها مجال مغناطيسي،
هاي اسمها الشحنة، في سرعة الشحنة في المجال المغناطيسي، ومتقاعدة اليد اليمنى. مثال عليها كمان العزم اللي هي F أو S في التورك يساوي A ذراع القوة في A في القوة R في F sin theta. تمام، راح تأخذوا إن شاء الله بالتوجيه إذا بتكون ربنا بحينا بتأخذوها معي أو مع واحد تاني إن شاء الله. وخلنا كل الأمثلة هذول، وخلنا أي السؤال وحليناهم. بتمنى كل إشي يكون واضح، وإذا كان في عندك أي سؤال أو استفسار ما تتردد تتواصل معي. طيب حاليا الحين عشان الحركة في بعدين بدنا نحضر فيديو، يعني هذا الفيديو راح يكون مختلف، يعني عملناه للطلاب قبل سنتين بتوقع. هذا الفيديو حبايبي راح يفهمك شو يعني الحركة في بعدين، شو يعني المقذوفات. بتمنى تتابع الفيديو وتفهم شو بحكي وتلخص كل كلمة بحكيها الفيديو. راح يعطيك بروتوكول، راح يعطيك بروسيجر، راح يعطيك بروسيجر تتبع معها، راح تسهل عليك كثير هون. وراح أنا بعد البروسيجر راح أفترض إنك فهمت الفيديو 100%، وراح أبلش حل أسئلة. ديروا بالكم في فيديو هون راح ينعرض كمان شوي، ديروا بالكم وحضروا زي أساميكم وافهموا ولخصوا كل إشي بكتبوا. بدي اياكم تلخصوا كل إشي بكتبوا تفهموه والرسمات، وإن شاء الله منبلش الحل في الحركة في بعدين بعد ما تحضروا الفيديو. مرحبا بكم، أتمنى أنكم تحظون بيوم جميل. أتمنى أن يكون الأسلوب المطروح في هذا الفيديو سيغير وجهة النظر عن التعليم كعملية مملة وجامدة، آمل أن لا يخيب ظني. سأحاول قصارى جهدي لتحويل تلك المعلومات إلى رسوم يسهل على الجميع استيعابها، وأتمنى أن لا يكون الفيديو مملا. حسنا، لا عليكم، الآن لنبدأ في موضوعنا المقذوفات. كما نعلم الأجسام تتحرك من أماكن إلى أخرى، فمثلا إذا ما ركلت كرة ستنتقل من المكان الأول إلى المكان الثاني الذي فيه تستقر الكرة. موضوع بسيط أليس كذلك؟ صدقني أن موضوع المقذوفات هو بهذه البساطة، لكن فقط عليك أن تفهم مجموعة من المبادئ البسيطة والسهلة التي سوف تساعدك لفهم عملية هذا الانتقال ولحساب جميع المتغيرات المطلوبة منك. لنعد الآن إلى مثال الكرة. أريدك أن تنظر إلى صديقنا، فعندما ضرب الكرة هذه اللحظة التي ضرب فيها الكرة هي لحظة الانطلاق للكرة، أو التي نسميها بشكل عام لحظة انطلاق الجسم المقذوف. إذا ما لاحظ كانت الكرة ثابتة وساكنة. أريد أن أسألك سؤالا، كم سرعة الجسم الذي لا يتحرك؟ طبعا ستقوم بإجابتي إنها صفر، وهذا صحيح، لكن يا صديقي أريد أن أطرح عليك سؤالا آخر. بعد أن قام صديقنا بركل الكرة، هل بقيت سرعة الكرة في ذلك المكان صفرا؟ ستقول لي طبعا لا، لأنها بدأت تتحرك، ولذلك فإن لها سرعة محددة، وهذا صحيح أيضا. فقد اكتسبت الكرة سرعة ما نسميها في الفيزياء بالسرعة الابتدائية، ورمزها عين، وباللغة الإنجليزية V اختصارا لـ Velocity ومعناها السرعة. إذا ببساطة مجددا، يوجد للجسم المقذوف وهنا هو الكرة في المثال سرعة ابتدائية يكتسبها عند التعرض لمؤثر خارجي، وهو هنا صديقنا الذي قام بركل الكرة. حسنا، كما نعلم بأن الجسم عندما يتحرك يقوم بقطع مسافة، أليس هذا صحيحا؟ انتقال الجسم من مكان إلى آخر، المسافة بينهما يطلق عليها اسم المسافة المقطوعة. لاحظ تمثيل المسافة على الشكل المرفق معا. إذن لقد علمنا بأن الجسم المقذوف يوجد له مسافة قطعها وسرعة ابتدأ بها، أليس صحيحا؟ هل تتذكر يا صديقي أن المسافة مقسوما على السرعة تعطينا الزمن؟ إذن فالجسم المقذوف يقطع المسافة في زمن محدد، وهي الفترة التي انتقل فيها المقذوف من النقطة الأولى إلى النقطة الثانية. إذن فببساطة عند انطلاق المقذوف من نقطة إلى أخرى يوجد له سرعة ومسافة قطعها وزمن قطع للوصول إلى النقطة الثانية، بسيطة أليس كذلك؟ حسنا، أريد منك يا صديقي أن تمعن في هذا الشكل للمقذوف. أنا أعلم بأن شكله ليس جميلا،
ولكن هذا الشكل سيكون ذا أهمية كبيرة جدا لفهم المقذوفات. قام مجموعة من العلماء من خلال التجربة إيجاد مجموعة من المعادلات للأجسام المقذوفة تقوم بالربط ما بين السرعة والمسافة والزمن للمقذوف في فترة مساره. كما نشاهد هذه هي المعادلات الثلاث، لا تخف منها إنها سهلة وبسيطة إذا ما قمت بالاستماع إلي وأنا أشرح على هذا الشكل الجميل الموجود أمامنا. لنبدأ المعادلة الأولى، السرعة في المكان الثاني تساوي السرعة في المكان الأول مجموعا إليها التسارع مضروبا في الزمن من المكان الأول للثاني. حسنا، إنها معادلة بسيطة لنمثلها على هذا الشكل. في البداية علينا أن نختار نقطة البداية والنهاية المراد الحساب عندها، فإذا ما أردت أن أحسب هنا في هذه الفترة والمسافة علي أن أختار البداية التي أستطيع الحساب منها. إذن دائما أول خطوة أختار نقطة البداية والنهاية، ولكن ستقول لي كيف يمكن أن أختار النقطتين التي أحتاجهما لحل السؤال؟ سؤال جيد، وجوابه حسب معطيات السؤال. إذا ما قال لك أوجد السرعة النهائية للجسم فأنت ستحدد هنا على الشكل، ونقطة البداية يجب أن تكون معلومة لكي تستطيع الحساب منها وتطبيقها في المعادلة، أليس كذلك؟ سيتم الشرح بشكل أبسط عند حل أول سؤال، لا تخف الآن، ولكن تذكر دائما عليك تحديد نقطة البداية والنهاية دائما قبل البدء في أي شيء في السؤال. كما نلاحظ عند نقطة البداية يوجد المتغير الأول وهو السرعة الابتدائية أو ما نسميه عين واحد أو في واحد، وعند نقطة النهاية أو النقطة الثانية يوجد عندنا المتغير الثاني وهو السرعة النهائية أو عين اثنين أو في تو بالإنجليزية. أتمنى أن يكون الأمر واضحا وبسيطا، نقطتان كل نقطة عندها متغير. الزمن في المعادلة هو الزمن الذي استغرقه الجسم للوصول من النقطة الأولى إلى النقطة الثانية التي حددناها في البداية من السؤال، والمسافة هي عبارة عن المسافة المقطوعة من النقطة الأولى إلى الثانية في الشكل كما هو موضح، سواء كانت رأسية أم أفقية. انظر يا صديقي إلى المعادلتان اللتان أوجدها العلماء بالتجربة لإيجاد المجاهيل في المقذوفات، وهو مربع السرعة النهائية مساوية لمربع السرعة الأولية مجموعا إليها 2 ضرب التسارع ضرب المسافة، والمعادلة الثانية المسافة تساوي السرعة الأولية مضروبا في الزمن مجموعا إليها نصف ضرب التسارع ضرب مربع الزمن. كما نلاحظ يا صديقي بأن المعادلات كل منها له متغيراته التي قد لا تكون في معادلة أخرى، ولكن تبقى الفكرة نفسها، نقطة أولية ونقطة نهائية أختارها وما بينها مسافة وزمن وتسارع هي التي تعوض في المعادلات كما شرحنا قبل. هذه الثلاث معادلات التي سنستخدمها لحل جميع الأسئلة، أعلم ما تفكر فيه، متى أستخدم كل واحدة منها؟ الجواب ببساطة، حسب ما يتطلبه السؤال وحسب المتغيرات المعلومة عندنا. سيتضح ذلك أكثر عند حل أول سؤال، لا تخف، المهم الآن هو أن تكتب هذه الثلاث معادلات بجانبك وأن تقوم بحفظها عن ظهر قلب، لأنها مهمة جدا، وأي خطأ فيها هو خطأ قاتل للأسف لا يوجد تهاون فيه، فأبقيها بجانبك الآن إذا لم تكن تحفظها جيدا. ولننتقل إلى الموضوع الأخير هنا في المقذوفة، نعم كما سمعت إنه موضوع بسيط ولكن يحتاج بعض التركيز فقط. كما نعلم بأن المقذوف يخرج في زاوية في معظم الأوقات، فإذا قمنا بالنظر إلى صديقنا اللاعب نجد بأن هناك زاوية للقذف، ولكن ستقول لي ماذا يعني لي هذا؟ سؤال جيد، كما أخذنا في المتجهات السابقة نعلم بأن لكل متجه مركبة سينية وصادية، أليس كذلك؟ وكذلك في المقذوف يجب أن نقسمه إلى مقذوف سيني وصادي لكي نستطيع حساب المتغيرات التي قلت لك عنها قبل. أنا أعلم يبدو أنك ضعت وتشتت قليلا، ولكن لا تخف سأوضح ذلك ببساطة الآن. كما قلنا سابقا بأنه يجب علينا أن نحدد قبل أن نبدأ في السؤال نقطة البداية والنهاية، أليس كذلك؟
وقلنا عند نقطة البداية يوجد سرعة ابتدائية، وعند نقطة النهاية يوجد سرعة نهائية، ولكن للأسف لا نستطيع أن نأخذ هذه السرعات كما هي. لماذا؟ لأن المقذوف ذهب بزاوية، والسرعة التي تذهب في الأعلى أو السرعة الصادية لا تساوي السرعة التي تذهب في الأفق، وهي السرعة السينية كما في الشكل. لذلك دائما يا صديقي نقوم بحساب السرعة الصادية وحدها والسرعة السينية وحدها، وبعدها نأخذ المحصلة لهما كما تعلمنا في المتجهات. إذا لم يكن الموضوع واضحا فلا تخف، سيتضح عند حل أول سؤال. ولكن قبل أن أبدأ بحل الأسئلة علينا أن نراجع ما قلته ببساطة، وهذه الخطوات الأساسية لحل أي سؤال في المقذوفات اكتبها عندك. أحضر ورقة وقلم واكتب هذه الخطوات عندك. الخطوة الأولى، نقوم بتحديد نقطة البداية والنهاية في مسار المقذوف حسب معطيات السؤال. فقد تكون نقطة النهاية في النصف أو قبل توقف المقذوف حسب المعطيات، وكذلك نقطة البداية. وتذكر دائما اختر نقطة البداية أو النهاية عند سرعة معلومة أو ارتفاع معلوم أو زمن معلوم لكي نستطيع حل السؤال. الخطوة الثانية، نضع المعطيات المعلومة عندنا والتي نريد إيجادها، وذلك لكي نختار واحدة من المعادلات الثلاث لكي نستطيع حل المشكل. فمثلا إذا ما كان يريد الزمن ويوجد لدينا السرعة الأولية والنهائية، فنستخدم المعادلة الأولى، ولكن لا نستطيع استخدام المعادلة الأولى لإيجاد المسافة بشكل مباشر، أليس كذلك؟ إذا اختر المعادلة حسب المعطيات. الخطوة الثالثة، نقوم دائما بتقسيم السرعة إلى مركبة سينية وصادية كما تعلمنا في المتجهات، وبعدها نكتب السرعات الصادية مع بعضها في المعادلات. فمثلا لا يجوز استخدام السرعة السينية والصادية في نفس المعادلة، المعادلات الثلاث السابقة يجب أن تكون من نفس النوع. الخطوة الرابعة، عند إيجاد المطلوب لا تنسى دائما أن توجد المحصلة للسرعة النهائية والابتدائية إذا لم تكن معطاة معك، وإذا ما طلب منك ذلك. إذا لم يطلب ذلك لا تحسبه. اكتب أيضا أشياء يجب عليك أن تتذكرها لحل أي سؤال، إشارات تسهل الحل. دائما عند أقصى ارتفاع في السؤال تكون السرعة الصادية تساوي صفر، دائما يكون التسارع السيني في الاتجاه الأفقي صفرا ما لم يعط غير ذلك، دائما يكون التسارع الصادي هو تسارع الجاذبية الأرضية وهو 9.81 متر لكل ثانية تربيع. دائما تذكر أن هذه الكميات متجهة، فمثلا أن تسارع الجاذبية يتجه إلى أسفل، ولذلك نعوده بالسالب دائما في المعادلة. أخيرا دائما استرخي قبل حل أي سؤال ولا تستعجل، وتأكد من آلتك الحاسبة أنها تعمل بشكل جيد، وأتمنى لك التوفيق لنبدأ بحل الأسئلة. إذا لم يكن هناك شيء واضح فاسألني أنا ليث عندما أكون في المكان حولك. مرحبا بكم مجددا، آمل أنكم استمتعتم في الجزء الأول. والآن في الجزء الثاني سنقوم بالحل لمجموعة من الأسئلة لنطبق المبادئ التي تعلمناها، ولكن أريد منك قبل أن نبدأ بحل الأسئلة أن تحضر الورقة التي قلت لك أن تكتبها في نهاية الجزء الأول لخطوات الحل والإشارات، وأريد منك أيضا أن تهدأ وتسترخي، صدقني لن يكون هناك أي شيء صعب. هل أنت جاهز؟ هيا بنا لنبدأ. لنأخذ في البداية أمثلة الكتاب، وبعدها سنحل مجموعة من الأسئلة الإضافية. المثال السابع في الكتاب، أضيف جسم بسرعة 11 متر لكل ثانية بحيث يصنع زاوية 30 درجة مع سطح الأرض. أوجد ما يأتي: 1 زمن التحليق، 2 أقصى ارتفاع يصل إليه الجسم، 3 المدى الأفقي للجسم، 4 سرعة وصوله إلى الأرض. سؤال بسيط أليس كذلك؟ حسنا هذه هي رسمة السؤال. كما نرى إذا لم تكن مرسومة دائما أرسمها لتوضيح الخطوات التي ستقوم بها. أمسك ورقة الخطوات خاصتك من الجزء الأول وهيا بنا لنبدأ. الخطوة الأولى، في البداية نريد زمن التحليق، وزمن التحليق يساوي الزمن الكلي من لحظة الانطلاق حتى لحظة الهبوط. إذن اقرأ معي الخطوة الأولى، وهي عبارة عن تحديد نقطة البداية والنهاية الذي يمكن من خلاله إيجاد المطلوب. لنسأل أنفسنا سؤالا، هل أعلم السرعة عند نقطة البداية
والجواب نعم، إنها معطاة وتساوي 11 متر لكل ثانية. حسنا، لقد حددنا نقطة البداية. لننظر الآن لاختيار نقطة النهاية أو النقطة الثانية. فلنحاول أن نأخذ النقطة الثانية عند نهاية المسار. لنسأل نفسنا سؤال، هل السرعة معلومة هناك أو المسافة بين النقطتين اللتين اخترتهما؟ والجواب هنا لا. حسنا، لنجرب اختيار النقطة عند أقصى ارتفاع. نسأل أنفسنا سؤال، هل أعلم المسافة أو السرعة عند أقصى ارتفاع؟ والجواب هو نعم. انظر إلى ورقة الملاحظات التي أعطيتك إياها، فالسرعة الصادية دائما ما تساوي صفرا عند أقصى ارتفاع. إذن لقد اخترنا النقطتين الأولى في البداية والثانية عند أقصى ارتفاع، لأن السرعة الأولى والثانية معلومة. الخطوة الثانية، أختار المعادلة المناسبة التي تعطيني المطلوب للسؤال، وهنا هو الزمن. انظر إلى المعادلة الأولى وهي السرعة في المكان الثاني تساوي السرعة في المكان الأول مجموعا إليها التسارع مضروبا في الزمن. فنسأل نفسنا سؤال، هل هذه المعادلة تعطينا المجهول الذي نريده؟ فلننتقل الآن إلى الخطوة الثالثة. نلاحظ هنا أن المقذوف بزاوية، ولذلك علينا تقسيمه إلى مركبة سينية وصادية كما تعلمنا في تحليل السرعات. فالسرعة السينية الأولية هي 11 مضروبة في جتا 30 درجة، والصادية 11 مضروبة في جيب 30 درجة. حسنا، الآن لنطبق في المعادلة التي اخترناها، ولا ننسى بأن السرعات الصادية مع بعضها والسرعات السينية مع بعضها كما شرحنا في الجزء الأول. فتكون المعادلة السرعة في المكان الثاني عند أقصى ارتفاع تساوي السرعة في المكان الأول مطروحا منها تسارع الجاذبية الأرضية، ولقد عوضناه سالبا لأنه بعكس اتجاه المسار، مضروبا في زمن النصف لأنه عند أقصى ارتفاع. فنعوض في المعادلة فيكون صفر يساوي 11 مضروبا في جيب 30 درجة ناقص 9.81 مضروبا في زمن النصف. بعد التعويض في المعادلة يكون زمن النصف يساوي 0.56 ثانية، ولكن نريد زمن التحليق وهو 2 مضروبا في زمن النصف. لاحظ معي في الشكل يا صديقي بأن الارتفاع عند نقطة الانطلاق مساوي للارتفاع عند نقطة الهبوط، وهذا يعني أنه عند أقصى ارتفاع يكون الزمن هو نصف الزمن الكلي، ولذلك نقوم بضرب زمن النصف في 2 لإخراج زمن التحليق، فيكون لدينا 2 ضرب 0.56 ويساوي 1.1 ثانية. حسنا، أتمنى أن يكون الأمر بسيطا. لننتقل الآن إلى المطلوب الثاني، أقصى ارتفاع يصل إليه الجسم. فلنبدأ مع الخطوات مجددا. الخطوة الأولى، نختار المسار، نقطة البداية ونقطة النهاية، ونسأل أنفسنا نفس السؤال، هل أعلم السرعة عند البداية؟ والجواب طبعا نعم، إذن فأختارها. وأيضا هل أعلم السرعة عند أقصى ارتفاع؟ نعم أيضا أعلمها، إذن فنختار نقطة البداية في البداية ونقطة النهاية عند أقصى ارتفاع، فيكون المسار كما هو في الشكل. الخطوة الثانية، نختار المعادلة المناسبة حسب المعطيات والمطلوب. نريد المسافة في السؤال، وفي المعادلة الأولى لا يوجد المسافة، إذن فلا نختارها. لنجرب المعادلة الثانية، يوجد فيها المسافة والزمن والسرعة الأولية وهي معطاة لدينا، إذن فنختار المعادلة الثانية وهي المسافة العمودية تساوي السرعة الأولى في نقطة البداية
مضروبا في الزمن للوصول إلى المسافة المطلوبة مطروحا منها نصف مضروبا في تسارع الجاذبية الأرضية في الزمن النصف في مربع زمن النصف. نقوم بتحليل المركبات السينية والصادية. هنا هو يريد المسافة العمودية، إذن نضع معها في المعادلة السرعة الصادية وتسارع الجاذبية الأرضية، ولا ننسى أن نعوضه بالسالب لأنه عكس اتجاه المسار المختار. إذن المسافة الصادية العمودية تساوي السرعة الأولية الابتدائية الصادية مضروبا في زمن النصف مطروحة منها نصف مضروبا في تسارع الجاذبية الأرضية مضروبا في مربع الزمن، وتساوي 11 مضروبا في جيب 30 في 0.56 ناقص نصف في 9.81 في 0.56 تربيع، ومنه فتكون المسافة الصادية تساوي 1.54 متر. لنذهب الآن إلى المطلوب الثالث، المدى الأفقي للجسم. للمرة الثالثة على التوالي ننظر إلى الخطوات بالترتيب. أختار نقطة البداية ونقطة النهاية. المدى الأفقي للجسم يكون على طول المسار، ولذلك نقطة البداية تكون في بداية المسار ونقطة النهاية في نهاية المسار دائما، لا يوجد استثناء في المدى الأفقي. وإذا ما نظرت إلى الملاحظات الذي كتبت لك إياها، دائما يكون التسارع السيني يساوي صفرا، دائما لن يتغير أبدا. لذلك فسرعة الجسم السينية في بداية السؤال تكون دائما في نهاية المسار نفس الشيء ولن تتغير أبدا. إذن فلنختار الآن الخطوة الثانية ونذهب إلى المعادلة التي تحقق لنا الشروط. كما نعلم بأن المعادلة هي فا للسين تساوي عين واحد سين مضروبا في الزمن، أو المدى الأفقي يساوي السرعة السينية مضروبا في الزمن الكلي، الزمن من البداية إلى النهاية. إياك أن تخطئ بها، وانتبه دائما في المدى الأفقي دائما ما يكون زمن التحليل. لذلك فلنعوض الآن بها، 11 مضروبا في جتا 30 درجة مضروبا في الزمن الكلي وهو 1.1 ثانية، ويكون الجواب 10.47 متر. حسنا، لنذهب إلى المطلوب الرابع، سرعة وصول الجسم إلى الأرض. دائما كالعادة نمسك الخطوات وبالترتيب. الخطوة الأولى نختار نقطة البداية والنهاية. أنا أعلم بأن الموضوع أصبح مملا، ولكن اتبع معي هذه الخطوات بالطريقة، إذا ما استطعت استيعابها فلن يصبح هناك أي شيء صعب في المقذوفات، فقط استوعب هذه النقاط ببساطة وبهدوء. فلنبدأ مرة أخرى بالخطوة الأولى، نختار نقطة البداية والنهاية. كما نعلم بأن سرعة الوصول إلى الأرض نستطيع أن نأخذ نقطة البداية لأنها السرعة معلومة عندها في بداية السؤال كما هو موضح على الشكل، ونقطة النهاية هي النقطة التي أريد الحصول عند السرعة عندها، فتكون هي النقطة الأخيرة لأنني أريد أن أحصل على المطلوب منها. مع الخطوة الثانية فلنختار المعادلة التي تحقق لنا الشروط والمتطلبات التي نريدها. فلننظر إلى المعادلة الأولى، هل تحقق لنا المتطلبات والشروط؟ طبعا نعم إنها تحقق. لذلك فلنبدأ، السرعة الصادية النهائية في المكان الثاني تساوي السرعة الأولى الصادية في المكان الأول أو السرعة الأولية مطروحا منها التسارع للجاذبية الأرضية مضروبا في الزمن الكلي. إذا ما عوضنا في المعادلة فيكون السرعة الثانية الصادية النهائية تساوي 11 مضروبا في جيب 30 درجة مطروحا من 9.81
في زمن الكلي. هنا دائما الزمن الكلي لننظر إلى المسار، المسار من البداية إلى النهاية، فيكون الزمن الكلي وهو 1.1 ثانية، فتخرج لنا السرعة وهي 5.5 متر لكل ثانية. حسنا، لا ننسى الآن الخطوة الرابعة وهي إيجاد المحصلة. إذا كان لدينا مطلوب إيجاد السرعة النهائية وهو مطلوب، لذلك فنوجد المحصلة. كما نعلم بأن السرعة السينية في البداية أو في النهاية لن تتغير أبدا. لماذا؟ لأن التسارع السيني دائما صفر، دائما صفر، لذلك لن تتغير. والسرعة الصادية في المكان الأخير لقد أوجدناها الآن، لذلك نستطيع إيجاد المحصلة. كما تعلمنا في المتجهات، السرعة المحصلة أو السرعة النهائية تساوي السرعة الصادية تربيع مجموعا إليها السرعة السينية تربيع، كلها تحت الجذر بتعويض القيم وبسرعة، فتكون السرعة النهائية تساوي 11 متر لكل ثانية، وهي نفسها سرعة البداية، لأن الارتفاع في البداية والنهاية هو نفسه، فلذلك ستكون نفس السرعة. ولكن ليس شرطا في مقذوفات أخرى، فقط هنا لأن الارتفاع عند نقطة الانطلاق ونقطة الهبوط هو نفسه، فيكون سرعة الانطلاق هي نفسها سرعة الهبوط. فلنوجد الآن الزاوية. كما تعلمنا إيجاد الزاوية يكون السرعة الصادية على السرعة السينية وظلها، لن أكتبها هنا كما نعلم في المتجه. آمل أن يكون السؤال سهلا وبسيطا. هذا السؤال يستعرض لنا المبادئ التي حصلنا عليها، ولكن الأهم من ذلك هو كيفية تطبيق الخطوات. أتمنى أن تكون الفكرة قد وصلت ببساطة. فلننتقل الآن إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني: قذف جسم من سطح الأرض فكان المدى الأفقي 240 متر وأقصى ارتفاع له 45 متر، احسب 1 السرعة والزاوية التي قذف بها الجسم، سرعة الجسم بعد مرور 3 ثواني، سرعة الجسم عندما يكون على ارتفاع 5 متر أثناء النزول. قبل أن نبدأ نقوم برسمة تقريبية للسؤال لتوضيح كيف نقوم بالخطوات عليه. حسنا، لا تخف من المطالب، إنها سهلة. كما اعتدنا فلنمسك ورقة الخطوات ونطبقها بالتسلسل. الخطوة الأولى نختار المسار ونقطتي البداية والنهاية. لاحظ في هذا المسار أن نقطة البداية والنهاية معلوم المسافة الأفقية بينهما وهي 240 متر، ولذلك نختار المسار ولا ننسى الخطوة الثانية بأن السرعة مركبتين سينية وصادية ولا يجوز وضعهما في نفس المعادلة. نلاحظ أن المسافة معلومة فنختار المعادلة الثالثة وهي المسافة الأفقية تساوي السرعة في المكان الأول السينية مضروبا في الزمن الكلي. ولاحظ ورقة الملاحظات بأن التسارع دائما صفر، لذلك لن أضعه في المعادلة. وهكذا قد حصلنا على المعادلة الأولى، ولكن هذا لا يكفي لإيجاد المطلوب، لذلك نختار مسار آخر. ولقد اخترنا هذا المسار لأن المسافة العمودية معلومة، أليس كذلك؟ وكذلك السرعة عند أقصى ارتفاع تساوي صفر، لذلك فنختار المعادلة الثانية لأنه لا يوجد فيها إلا مجهولان وهو السرعة والزمن في المكان الأول، ونطبق في المعادلة الثانية وهي السرعة في المكان الثاني تربيع تساوي السرعة في المكان الأول تربيع، تروح منها 2 في تسارع الجاذبية الأرضية
في المسافة العمودية، ولكن السرعة في المكان الثاني عند أقصى ارتفاع تساوي صفرا، والسرعة الأولى الصادية مربعها، لنأخذ الجذر تبع السرعة الصادية فتكون المعادلة الثانية. حسنا، يوجد لدينا معادلتان بمجهولان، فنقوم كما تعلمنا في الرياضيات بالتخلص من الزمن والسرعة لإخراج قيمة الزاوية. فنقوم بإخراج قيمة الزاوية من الآلة الحاسبة كما هو موجود في الكتاب. لن أقوم بشرح ذلك، فهذا من الرياضيات، ولكن إذا كان لديك أي استفسار عن كيفية إخراج قيمة الزاوية أو قسمة معادلتين على بعضهما، فأهلا وسهلا بك، أنا أرحب بك لأي سؤال. إذن لدينا الزاوية تعوض في أي من المعادلتين السابقتين فتخرج لنا قيمة السرعة، وكما ما هو موجود في الكتاب. إذن لدينا الزاوية نعوض في أي من المعادلتين السابقتين فتخرج لنا السرعة، وقيمة السرعة تساوي 49.8 متر لكل ثانية، والزاوية تساوي 37 درجة. حسنا، لننتقل الآن إلى المطلوب الثاني، السرعة بعد 3 ثواني. كما اعتدنا على الخطوات السابقة، نبدأ من جديد، نختار نقطة البداية والنهاية، وواضح أننا نأخذ هذا المسار لأن السرعة في البداية معلومة والزمن معلوم، ولذلك نعوض في المعادلة الأولى بشكل مباشر وتخرج لنا القيمة كما نشاهدها في المعادلات، وهي صفر. السرعة الصادية في المكان الثاني تساوي صفرا. ما هذا يعني؟ هذا يعني بأن هذا المكان هو أقصى ارتفاع وصل إليه الجسم عند 3 ثواني. حسناً، لننتقل الآن إلى المطلوب الثاني. حسناً، تكون السرعة الصادية صفر. كما نعلم بأن السرعة السينية كما قلنا قبلاً لا تتغير أبداً، فالسرعة السينية في المكان الأول تساوي السرعة السينية عند أقصى ارتفاع تساوي السرعة، لأن المحصلة هنا فقط للسرعة السينية والسرعة الصادية صفر، فتكون المحصلة تساوي السرعة السينية فقط وتساوي 40 متر لكل ثانية. نذهب الآن إلى المطلوب الثالث، السرعة عندما يكون الجسم على ارتفاع 5 متر أثناء النزول. دائما للمرة العاشرة نذهب إلى الخطوات بشكل مباشر. ما هي الخطوة الأولى؟ قل معي، دائما ما نحدد المسار، نقطة البداية ونقطة النهاية. كما نشاهد هنا معنا في الشكل، فإن نقطة البداية تكون عند أقصى ارتفاع ونقطة النهاية تكون عند ارتفاع 5 كما هو موضح باللون الأصفر. فنختار المعادلة المناسبة كما دائما قلنا في الخطوة الثانية، فهي الخطوة عندما تكون المسافة الصادية، فنختار المعادلة المناسبة وهي المعادلة الثانية، السرعة في المكان الثاني الصادية مربعها يساوي مربع السرعة في المكان الأول الصادية وهي صفر لأنها عند أقصى ارتفاع، مجموعا إليها 2 مضروبا في تسارع الجاذبية الأرضية، لم نعوضه سالبا. تعلم لماذا؟ لأن اتجاه التسارع الآن مع اتجاه المسار وهو متجه إلى أسفل. أريدك أن تنتبه إلى تعويض المسافة، كما قلنا المسافة التي نعوضها في المعادلة هي المسافة التي قطعت في المسار الرأسية، وكما نشاهد المسافة الكلية 45 متر والمسافة المتبقية للمسار هي 5 أمتار. ما هي المسافة التي قطعت في المسار؟ ببساطة
هي 45 مطروحا من 5، فنعوضها 40، فتكون السرعة الأولى الصادية تساوي 28 متر لكل ثانية. وكما قلنا سابقا تكون السرعة السينية في المكان الأول دائما تساوي السرعة السينية في المكان الثاني وتساوي 40 متر لكل ثانية. ولكن هنا لا نستطيع أن نأخذ المحصلة كما أخذناه في الفرع السابق. لماذا؟ لأنه يوجد هناك قيمة للسرعة الصادية، لذلك تكون السرعة المحصلة عند ارتفاع 5 أمتار تساوي السرعة الأولى الصادية مربعها مجموع إليها السرعة السينية مربعها كلها تحت الجذر كما تعلمنا في المتجهات، وتكون قيمة السرعة الإجمالية 48.8 متر لكل ثانية. ونخرج الزاوية كما تعلمنا في المتجهات، لن أكتبها، ولكن هي السرعة الصادية مقسومة على السرعة السينية، ونأخذ ظل هذه المقسوم لتخرج لنا الزاوية وتكون 37 درجة. تكون السرعة الصادية مقسوما على السرعة السينية ونأخذ الظل لها وتكون هي 35 درجة. وها هنا قد انتهينا مطالب هذا السؤال، سننتقل فيما بعد إلى السؤال الثالث. آمل أن الأمور تكون بسيطة وسهلة معك، لا أريد أن أعقد أي شيء، الأمور سهلة وبسيطة، ولكن أريد منك دائما أن تعتاد وأن تفهم ما هي الخطوات الموجودة أمامك، فقط طبقها بتسلسل، وأنا أعدك بأنه لن يوجد هناك أي سؤال لن تستطيع حله في المقذوفات، فقط افهم. طيب يلا يا حبايبي، بتمنى ان تكونوا حضرتوا الفيديو منيح وفهمتوا كل اشي. راح نبلش في سؤال اثبت ان، تمام؟ راح افرض انك حضرت الفيديو وفهمته ولخصت عليه القواعد، تمام؟ وراح نبلش في السؤال الحين مع بعض. يلا اثبت ان إن أقصى ارتفاع بيصل إلى الجسم، شو بنعطى بالعلاقة هاي؟ H يساوي VI سكوير، شو يعني VI سكوير؟ يعني السرعة الأولية في ساين ثيتا كله تربيع على 2G. كيف بعملها هاي في أقصى ارتفاع؟ بأرسم يا حبايبي هاي رسمة المقذوف، هاي هون المقذوف طلع طلع وصل أقصى ارتفاع ونزل. طيب واحد بطل بيقول لي في عندي هاي في اي يا حبايبي عند اقصى ارتفاع، هون اتش، اني اتش هي اتش العمودية، المسافة العمودية هاي عند اقصى ارتفاع، وين المسار اللي بحدده؟ هاي المسار دائما بحدد المسار بالاول، المسار من البداية لوين؟ لاقصى ارتفاع. هاي المسار عندي هون، هون بتكون سرعة اولية VA 1I، تمام؟ السرعة الاولية الابتدائية، وهين شو بيكون؟ VH2، تمام؟ أو بتقدر تسميها VF، بدك تسميها VF سميها VF، بدك تسميها V2 سميها V2، تمام؟ السرعة النهائية. طيب أخذنا في قوانين المقذوفات، قلت لك بس احفظ الثلاث قوانين هذول، يعطيك العافية احفظهم، اللي هي V2 يساوي V1 زائد GT، تمام؟ أو AT. طيب هون عندي الجاذبية أرضية، شو بيكون التسارع؟ جي، وعشان بعكس الاتجاه شو بيكون؟ جي هون سالب، فهون شو القانون بيصير؟ V2 يساوي V1 ناقص A GT، هذا هو القانون الأول.
ليش صارت سالبة هون عوضناها؟ لأن عكس اتجاه الجاذبية الأرضية، هيك المسار، الجاذبية لتحت وانت طالع لفوق فبتعوضه سالب. تمام، ذا الأمور صعب عليك شوي، ما تخافوا، مرة مرة بتتعودوا عليهم. والقانون الثاني V2 square يساوي V1 square تمام minus 2 GH تمام، اللي هي عين 2 تربيع السرعة النهائية تربيع يساوي السرعة الأولية تربيع ناقص 2 G تسارع الجاذبية الأرضية في H في المسافة العمودية أو D، تسميها H سميها H، تسميها D سميها D. طيب إذا بدي أثبت القانون أنه في H وتربيع وساين وجي، راح تقول لي هذا القانون صح؟ بقول لك آه، يلا نشتغل فيه. القانون الأول ما بلزم، يعني مش شطارة، نقي القانون اللي بيناسبك. يا طبعا V1 هي VI نفس المبدأ، انتوا فاهمين. طيب V2 عند أقصى ارتفاع كثير مهم، هاي ملاحظة كثير كتبناها بالفيديو هون، شو تساوي عند أقصى ارتفاع؟ دائما السرعة صفر، دائما المركبة الرأسية عند أقصى ارتفاع شو يساوي؟ صفر. المركبة الصادية هون دائما السرعة الصادية عند أقصى ارتفاع شو تساوي؟ صفر، دائما دائما صفر. فمعناته V2 شو يساوي؟ صفر. ومنه منكمل هاي 0 يساوي V1 square ناقص 2 GH. شو عكس ناقص 2 GH؟ زائد 2 GH تمام، ويساوي هاي 2 GH يساوي V1 square تمام. ومنه يا حبايبي هون اقسم على 2 جي، هاي اتش يساوي V1 سكوير على 2 اي جي. منيح هيك الامور. طيب هاي V1، طيب V1 اني V1 واي، شو يعني V1 واي؟ طبعا نسيت نحط واي هون، يعني الصادية هيك المعنى تمام. V1 واي يا حبايبي شو يساوي؟ دائما المركبة الها ايه؟ السرعة الها مركبتين، هاي هنا اسمها في اكس هاي، وهنا في للواي. في للواي شو يساوي؟ اللي هي في واحد ساين ثيتا تمام. بدل هاي محل هاي، يعني هذا لازم من الفيديو هذاك حضرته لازم فهمتوه، اللي هي في وان ساين ثيتا تربيع على 2 جي، وهو ايه؟ وهو المطلوب. فهمنا؟ دائما السرعه الصاديه، القانون استخدام السرعة الصادية في الموقع الثاني اللي هي VFY يساوي السرعة إيه؟ الابتدائية في الموقع الأول V1Y تربيع ناقص 2GH. ليش ناقص هون؟ لأن تسارع الجاذبية الأرضية بعكس الاتجاه، وهي أثبتنا الأولى. طيب نثبت الثانية. طيب يلا نعمل المدى الأفقي لمين؟ للجسم. كيف ما نعمل المدى الأفقي للجسم؟ هاي حبايبي مقذوف، وهنا مدى الأفقي تمام. بدنا نستخدم ايه؟ قانون المدى الأفقي. شو قانون المدى الأفقي؟ R شو يساوي؟ V1T زائد نص AT سكوير، صح؟ مظبوط ولا مش مظبوط؟ واللي مظبوط 100%. طيب R يساوي، طلع هون A يا حبايبي أنو اللي هو التسارع، تسارع السين، شو هذا بتساوي؟ صفر كلياته، يساوي V1T تمام. طبعا V1XT، وهاي هي ايه؟ القانون الأول. طيب طلعوا معي V1X هي R، V1X شو يساوي؟ هي V1 كوساين ثيتا، صح ولا لا؟ وهي بتكون معنا طبعا ضرب T، شو فكينا VA والX اللي هي V1 كوساين ثيتا. طيب طلعوا معي هون، هون ما نشتغل الرياضيات، مش أنا أطلع الشكل هذا، هذا هو اللي بيهمني، بس بطلع الشكل هذا إني أثبت النهاية تساوي هاي. طيب تمام، بدنا نطلع قيمة T، من وين أجيب قيمة T؟ في عندي كمان معادلة، هذول صعبين عليك وراح يكونوا شوي الإثباتات، بس بدهم إيه؟ شوية تركيز. من وين أطلعه؟ من قانون V2Y يساوي V1Y ناقص GT، مظبوط؟ و V2Y عند أقصى ارتفاع، شايف لي إياها أقصى ارتفاع من هون لهون، مظبوط ولا مش مظبوط؟ بتقول لي تمام. طبعا هون T إيش؟ تحليق الكامل، يعني T من هون لهون، و T هون اللي بدي أحسبها T النصف، شو يعني T النصف؟ من هون لهون، لو زمن الصعود.
نطلع V2y شو يساوي اللي هي صفر، وV1y اللي هي V1 sin theta صح ناقص GT. حبايبي مش مهم السؤال هذا صراحة، يعني هذا صعب عليكم شوي يكون بالبداية، بس برا مرة يعني بتوضح، بس نحله هيك V1 sin theta. يعني إذا ما قدرت تفهمه الحين يعني بس أعطيني فترة بس اللي أبسط لك المفاهيم إن شاء الله. على جي على جي بتروح، ففتي شو يساوي؟ هاي تي يساوي 2 في 1 ساين فيتا على إيش؟ على جي. طيب ليش حطينا 2 هنا؟ تي تحليق. ليش؟ لأن في عندي زمن من هون وزمن من هون، زمن صعود وزمن هبوط، هون تي صعود وهون تي هبوط، وكل واحدة بنفس الطريقة راح تعطيك. إذا أضربها في 2، امسك هاي شايف في التحليق وعوضها هون، راح تطلع بتوقع معك الأمور 100%. هاي R شو يساوي؟ 2 V1 هاي V1 هون في 2 V1 ساين، هاي بدلنا محل تي فاهمين، بس هذا هو المبدأ، ساين فيتا كوساين فيتا على ايه؟ على جي. ومنه هذه متطابقة مثلثية اخذناها في الصف الثالث، في الصف اتوقع العاشر، اللي هي 2 في جيب الاول في كوساين الاول. شو بعطيني؟ ساين 2 فيتا، في 1 في في 1 في 1 تربيع في ساين 2 فيتا على ايه؟ على جي، وهو المطلوب. تمام، وهو المطلوب. يعني هاي هي كانت طريقة الحل. طيب انا مش فاهم ولا اشي بتحكي لي، بقول لك ما تخاف، ما تخاف انك مش فاهم ولا اشي الحين، هذا السؤال حطته غلط الحين، تمام، فكرة صعبة، بس هذا السؤال بقول لك ارجع له لاحقا بعد ما نحل مجموعة اسئلة، وراح بوعدك ان شاء الله راح يكون سهل المدى الافقي للجسم. طيب نطلع على وناقش. طيب اذا قذف جسم بسرعة 50 متر بزوايا مختلفة كمان في شكل مجاور، ما العلاقة بين أقصى ارتفاع رأسي يصل إليه الجسم وزاوية قذفه؟ طلعوا أنو أقصى ارتفاع اللي هو يا حبايبي اللي كان على زاوية 45 درجة. إذا شو العلاقة بين أقصى ارتفاع رأسي؟ آسف. طيب أناقش، تمام. طيب هات خلينا نحل وناقش مع بعض. يلا سامحوني يعني تخربطنا. يلا وين أقصى ارتفاع رأسي هون؟ أنا يعني أقصى ارتفاع رأسي يعني أني أكثر واحدة وصلت، اللي وصلت اللي هون، تمام. إذا ما العلاقة بين أقصى ارتفاع رأسي وزاوية قذفه؟ طردي. ليش؟ أعلى زاوية قذف 75 وصلت لمين؟ للارتفاع حاط. طيب ما مجموع زاويتي القذف عندما يتساوى المدى الأفقي؟ شو مجموع زاويتي القذف عندما يتساوى المدى الأفقي؟ هيطلع المدى الأفقي يتساوى مع مين؟ مع حاط، تمام، وتساوى المدى الأفقي مع مين؟ مع حاط. قد ايه مجموع زاويتي القذف؟ 90 درجة. ليش؟ 15 و 75 قد ايه؟ بيكون 90 درجة، تمام. ليش؟ هاي هذا وصل مدى أفقي وهذا وصل مدى أفقي. طب جرب هون، هاي هذول اثنين وصل نفس المدى الأفقي، شو الزاوية الأولى 30 والثانية 60 طلعن 90. تحقق من ذلك رياضيا صراحة ما بيهمني، ما بدي إياه. طيب نطلع على 3، هل يمكن الحصول على مدى أفقي أكبر من 250؟ نطلع شو ال 250 أعطتك؟ هيها هون، هذول أعطاني إياها ال 45، تمام. بقدر أصل على مدى أفقي أكبر من 250؟ لا. ليش؟ لأن أكبر زاوية يا حبايبي قذف ممكن يصل مدى أفقي لها 45 درجة. ليش؟ كوساينها وساينها نفس ال 45 راح يعطيك نفس الإشي، عشان هيك راح يعطيك محصلة إيه؟ عالية. ما الزاوية التي يقذف بها الجسم ليصل إلى أقصى ارتفاع ممكن؟ اللي هي الزاوية 75 درجة. ما الزاوية التي يقذف بها ليصل أكبر مدى أفقي؟ اللي هي حبايبي اللي هي أبطال، آسف مش في الرسمة هون، تمام، بيقذف فيها لصل أقصى ارتفاع ممكن اللي هي الزاوية 90 درجة، إشي أكيد عمودي يعني مرة على طول. ما الزاوية التي يقذف بها ليصل أكبر مدى أفقي اللي هي 45 درجة؟ بهاي الطريقة أكبر مدى أفقي عند 45 درجة
بيصل. بتمنى الأمور تكون يعني وضحت هون في أناقش، وبرضه يعني طريقة الكتاب سيئة جدا في طرح الدرس، راح أبسط لكم إياه إن شاء الله في السؤال القادم في المثال. تابعوا معي في المثال هذا، مثال 7. هذا هو اللي بيهمني صراحة، وكيب كل الحكي اللي فات بالزبالة. يلا تابعوا معي من الحين، والحين راح تشوفوا قديش الأمور سهلة هون. نطلع مع بعض. قذف جسم بسرعة 11 متر في الثانية بحيث يصنع زاوية قد 30 درجة مع سطح الأرض. أوجد ما يأتي: 1 زمن التحليق، 2 أقصى ارتفاع، 3 المدى الأفقي، 4 سرعة وصوله إلى الأرض. حبايبي دائما بستخدم لطلع زمن التحليق، أول شي بطلع الزمن النصف. من وين زمن النصف؟ من هون لهون، هاي أول مسار بوقفه. دائما بستعين في زاوية أقصى ارتفاع. ليش بستعين بزاوية أقصى ارتفاع؟ لأن دائما في واي عند الأقصى ارتفاع شو يساوي؟ 0. هاي دائما بستعيد فيها، هاي دائما تكون حافظها. يلا حط قانون اللي هي في 1 سكوير أو في 1 يساوي في 2 آسف واي يساوي في 1 واي. السرعة الثانية في الموضع الثاني الصادية يساوي السرعة الأولى في الموضع الصادي ناقص جي تي. تمام، ده طلع الزمن. شو جي؟ تسارع الجاذبية الأرضية. ليش حطينا ناقص؟ لأن احنا طالعين طلوع عكس الجاذبية. هون عند أقصى ارتفاع قد بتكون قيمتها؟ 0. 0 في 1 واي قد في في 1 واي؟ في 1 يا حبايبي اللي هي 11 في ساين ايش؟ ساين 30 درجة. ناقص جي قد جي؟ 10 في تي ما بعرفها، ويساوي 11 في ساين 30 اللي هي 5.5 ناقص 10 تي. ومنه يا حبايبي اللي هي تي شو يساوي؟ اللي هي 5.5 على قد ايه؟ على 10، وبتطلع 5.5 تقسيم 10 اللي هي 0.55 ثانية. طيب هذا زمن ايه؟ من هون لهون. شايف لي بحد المسار من هون لوين؟ لهون. طب انا بدي زمن التحليق، زمن التحليق بضربه في 2 بس، هاي تي تحليق. ليش؟ لأن نقطة البداية زي نقطة النهاية، نقطة الصعود نفس نقطة الهبوط، بضربها في 2 فبتطلع 1.1 ثانية. وهذا هو حل الجواب الأول. إذا قديش طلعت تي؟ بحط تي هون اللي هي 0.55، وتي تحليق قديش طلعت؟ 1.1 ثانية. تمام، كل واحدة لحل. طيب هذا هو إيه الفرع الأول. بس كون حافظ ثلاث معادلات كتبت لك إياهم ويعطيك ألف عافية، وكون حافظ كيف أحدد المسار، ودائما عند أقصى ارتفاع 0. 2 أقصى ارتفاع سليه الجسم، بدنا نحط قاعدة في أقصى ارتفاع. أنا قاعدة بستخدم فيها اللي هي V 2 Y سكوير يساوي V 1 Y سكوير ناقص 2 G H، 2 G H أو D، ويساوي V 2 Y سكوير ما هي 0، دائما السرعة الصادية إيه؟ أقصى ارتفاع 0. V1 Y سكوير السرعة الابتدائية عند أقصى ارتفاع اللي هي 11، تمام، ساين اللي هي 30 درجة تربيع ناقص اللي 2 في إيه؟ في 10 في إيه؟ في H اللي بدي أطولها. قد إيه بتطلع معنا كل القصة هاي؟ 11 في ساين 30 تربيع قسم لي على 20، بيطلع ال H المسافة أقصى ارتفاع اللي هي 1.51 متر، يعني تقريبا 1.15 متر. إذا هذا أقصى ارتفاع 1.51 متر. اللي بعده المدى الأفقي. قد إيه المدى الأفقي؟ يلا المدى الأفقي اللي هو بأخذه على إيه؟ خذه على X، V2X
أو بتأخذ على R آسف على قانون R يساوي V1XT زائد نص AT سكوير، ودائما التسارع السيني شو يساوي؟ صفر. فمعناته R شو يساوي؟ V1X اللي هي 11 في كوساين اللي هي 30 في T. قديه T؟ اللي هي زمن A، زمن التحليق. هاي T إيش؟ تحليق. قلت لك دائما بحدد المسار، هاي أقصى ارتفاع من هون لهون، أنه زمان بيكون ماخذوا التحليق اللي هي قد في واحد وواحد. إذا أنت فاهم الفيديو اللي حطيت لك إياه وفهمت التحليق، بتكون الأمور يعني تمام. 30 في 1.1 بيطلع عنا 10.5 متر تقريبا، بيطلع 10.5 متر. طيب سرعة وصوله للأرض، يعني هاي هون قد طلعت، هون مدى الأفقي 10.5 متر. سرعة وصوله للأرض، سرعة وصوله للأرض بتعتمد على شغلتين. بدي أطلع اللي هي V الكاملة، وV بدي شغلتين، بدي V للX وبدي V للY. طيب إذا هذا يا حبايبي راح يكون سرعة الصعود يساوي إيه إلها، يلا طلع كل واحدة لحال. سرعة الصعود يساوي سرعة الهبوط. ليش سرعة الصعود يساوي سرعة الهبوط؟ لأنه على نفس المستوى حبايبي، مقذوف في بعدين نفس المستوى. فشو راح تطلع؟ V يساوي 11 متر في الثانية، وطبعا فيتا شو راح تكون؟ وفيتا راح تكون سالب 30. كيف يعني سالب 30؟ يعني راح تكون هيك، هاي هاي 11 وهاي الزاوية 30 درجة، هيك على الاتجاه. بزبط تحطها بالسرعة هاي؟ بقول لك اه بزبط. طيب بدك تحلها، حلها ما عندي مشكلة. كيف بحلها؟ بقول V2 للX يساوي V1 للX زائد 2AT، صح؟ آسف، زائد AT، كن حافظهم. AT ده هو التسارع السيني، دائما صفر. فV2 للX يساوي V1 للX، صح؟ ويساوي قد V1 للX اللي هي حبايبي اللي هي 11 كوساين 30 درجة، ويساوي اللي هي 5.5. لا بأسف، 11 ضرب 11 وطلع 9.53. هاي طلعت V للX. وبدك V للY. V للY وين بتيجي؟ بتيجي للأسفل، تأخذها من هون من أقصى ارتفاع لهون. شو يساوي؟ اللي هي V2 سكوير يساوي طبعا X، V1 آسف Y. ليش ناخذ Y؟ لأن احنا الحين المركبة العمودية VY تربيع V1 Y تربيع زائد 2GH. ليش أخذنا 2GH زائد؟ لأنك صرت مع اتجاه الجاذبية الأرضية، هيك نازل، تمام. V2Y سكوير قد ايه؟ V2Y سكوير اللي هي حبايبي عند الأقصى ارتفاع، هيا هون V1Y سكوير هي صفر. ليش؟ لأن هاي كانت عند أقصى ارتفاع، هنا V1Y وهنا V2، هيك المسار. إيه فمعناته V2Y سكوير بدي أطلعها يساوي 2G في H، 2 في G اللي هي 10 في H، قديش الارتفاع العمودي اللي هي 1.51. تضربها كلياتها مع بعض، بتأخذ الجذر اللي هي 20 في 1.51، وباخذ الجذر بيطلع V2Y 5.5 متر في الثانية. طبعا وين اتجاهها راح يكون؟ اتجاهها لـ A بالأس بالأسفل، لأنها مبينة هاي لتحت، هاي V2Y. طيب وحدهم خذهم تحت الجذر راح يعطينا V يساوي 11، تاخذهم تحت الجذر يعطينا V 11، وإذا بتاخذ لهم محصلة راح يعطيك فيتا سالب 30. راح أخليكم تتدربوا فيها هاي. إذا ما كان واضح السؤال هذا ما تخاف، مرة على مرة بتمشي. المقذوفات بتعتمد على قديش أنت بتحل. بالأول بحدد المسار وفهم من وين المسار بدايته ونهايته، وبعديها بتمشي الأمور إن شاء الله. طيب سؤال نحله مع بعض. قذف جسم من سطح الأرض، هاي جسم
من سطح الأرض. قد كان المدى الأفقي له 240 متر. قد الارتفاع له؟ هاي الارتفاع من هون لهون قد 45 متر. بدي أحسب السرعة والزاوية التي قذف بها الجسم. بدو السرعة الابتدائية في وبدو فيت. يلا مين البطل يعرفها؟ يلا نخذها مدام عندي أقصى ارتفاع، دائما بطبق المعادلة هاي. السرعة في الموضوع الثاني تربيع يساوي السرعة في الموضوع الأول تربيع ناقص 2 جي اتش ناقص 2 في تسارع الجاذبية الأرضية في أقصى ارتفاع. دائما عند الثاني هاي المسار، أول إيش حددنا المسار، وين المسار؟ هيو من هون لهون، هون بيكون V1 وهون بيكون V2. وعند أقصى ارتفاع دائما السرعة الصادية شو تساوي؟ صفر. إذا صفر يساوي V1y square ما بعرفها بدي إياها ناقص 2 في 10 في H اللي هي قد H اللي هي 45. ومنا V1y square شو يساوي؟ اللي هي 20 في 45 900. ومنه بتطلع V1y شو يساوي؟ 30 متر في الثانية. تمام، هاي طلعت V1y. طب بدي اطلع V للX، نقدر اجيبها من R. يلا R شو يساوي؟ هاي R من هون لهون يساوي اللي هي عين واحد زين او V1xt مسافة الأفقية V1xt زائد نص AT سكوير، نص في تسارع السيني في تي تربيع، ودائما تسارع السيني صفر دائما في الأول ثانوي، وما راح يعطيك إياه إلا إذا كان معطيك إياه نص صريح بالسؤال. 240 شو يساوي؟ V1x قد إيه V1x السرعة الأولية ما بعرفها في تي التحليق. تمام، وبتطلع يا حبايبي V1x في تي يساوي 240. طيب هيك معادلتي. تمام، كيف بدنا نطلع المعادلتين هذول؟ يعني في عنا غلبة شوي، بدنا نطلع الحين بدلالة تي، بدنا نطلع تي من في للواي وبدنا نشتغلها. يلا يعني نطلع اللي هي في 2y يساوي في 1y ناقص جي تي. تمام، وفي 2 للواي هون صفر، هاي معادلة ثانية بنفس الطريقة عند أقصى ارتفاع صفر. وفي 1 للواي بدي اياها ناقص 2 جي اللي هي 10 تي. تمام، ومنه في 1 للواي شو يساوي؟ في 1 للواي رياضيات هذا 10 تي، انو تي؟ تي النصف. هون تي ايش؟ تحليق. يعني قديش هذا تي التحليق؟ قد تي النصف مرتين. تمام، طيب الحين بقدر اعملهم مع بعض ولا بقدرش اعملهم مع بعض؟ بتقول لي اه بقدر اعملهم مع بعض. كيف بدك تقدر تعملهم مع بعض؟ اطلع معي، بدنا نركبهم على بعض ونقسم المعادلتين على بعض. يلا طلع معي اللي هي بقول v1y شو يساوي؟ شايف لي هاي المعادلة؟ طب لا ما بلزم يعني على فكرة نقسمه مع بعض. طيب ما هو أصلا عندنا في 1 للواي معروفة اللي هي 30. تمام، يساوي 10 ضرب تي. تمام، وتي شو يساوي من الحكي هاد؟ 3 ثواني. أنا آسف، هي أنا مناسي إن أنا مطلعها هون. تمام، حقه علي. اقسم على 10، 10 بتطلع 3 ثواني. طيب اعملها هون، 240 يساوي في لل 1 إكس ما بعرفها ضرب إيه؟ ضرب 3 ضرب شو؟ ضرب 2. ليش ضربناها في 2 هون؟ لأنه زمن تحليق، لأن كل الزمن مش بس طلوع، أنا بس زمن إيه؟ صعود، وزمن الهبوط قده كمان مرة. إذا 3 في 2 6. إذا في 1 للإكس شو يساوي؟ 240 على 6، ويساوي قد 240 على 6 اللي هي 40 40 متر في الثانية. طلعنا الزمن الصعود، آسف، المركبة الصينية ومركبة الصادية. يلا ففي شو تساوي؟ في يساوي الجذر لفي 1x سكوير زائد في 1y سكوير شو يساوي؟ تربيع، ويساوي الجذر الأول تربيع اللي هي طلعت
تربيع معك اللي هي 30، والثانية طلعت 40 اللي هي 40 تربيع زائد الأولى تربيع متجهات 30 تربيع، بتطلع كليتها جذر 2500، وبتطلع في شو يساوي 50 متر في الثانية. شو اتجاهها في 50 متر في الثانية؟ شو اتجاهها هاي فيتا؟ كيف منحدده؟ تان الانفرس لا اف الواي في للواي على ايه على في للاكس، ويساوي تان الانفرس لدي في للواي اللي هي 30 على في للاكس 40. شفت التان لثلاثة تقسيم أربعة بيطلع معنا الزاوية فيتا 37 درجة تقريبا. طلعت الزاوية 37 درجة والسرعة 50، وهي حل السؤال الأول. هون 50 وهون حبايبي فيتا 37 درجة. أتمنى الأمور تكون واضحة، يعني هاي أسئلة كمان أسئلة الكتاب كمان يعني حلوة، بس بدها شو؟ بدها شوية تركيز، وياك متعود تستخدم المعادلات الثلاث هذول اللي كتبتهم منطقيا أنت كاتبهم عندك، لازم الأمور تكون ماشية معك منيح. طيب إذا خلص هذا السؤال يعني بتوقع المطالب التانية راح تكون سهلة علينا، تميز بين المسار وأنو زمن نستخدم. في نصف المسار بيكون زمن نصف، في مسار كامل بيكون زمن تحليق. سرعة الجسم بعد مرور 3 ثواني يعني تي شو يساوي؟ 3 ومنه يلا نعمل في 2 يساوي في 1 ناقص تمام اللي هي حبايبي ايه؟ AT زائد او ناقص AT. طيب انا عندي حبايبي مركبتين سينية وصادية، بدي اعمل واحدة سيني وواحدة صادي. السرعة النهائية للواي في الموضوع الثاني، هاي الموضوع الثاني عندي 3 ثواني هون، هاي بعد 3 ثواني يساوي طبعا 3 ثواني بكون أقصى ارتفاع صح؟ حسبناه بتوقع تكون أقصى ارتفاع 3 ثواني. طب هون بيطلع 3 ثواني أقصى ارتفاع. طب اتأكد يلا هات خلينا نشوف v1y ناقص a gt v2y ما بعرفها. v1y اللي هي طلعناها اللي هي 50 في ساين 37 لازم تطلع صفر إذا حلي صحيح ناقص g10 في a في 3 ويساوي 50 في ساين 37 بيطلع 30 ناقص 10 في 30 ولا طلعت صفر 100% v2y. طب شو يعني الصفر هاي؟ يعني عندي هون أقصى ارتفاع، يعني عندي أقصى ارتفاع عند V2 للواي. طيب قديش بيكون يا حبايبي V للإكس؟ يعني بس بتصفي إيه عندي هون V للإكس؟ V للإكس V2X يساوي V1X زائد AT، ودائما التسارع حبايبي بيكون صفر، ما بتتغير السرعة السينية. V2X هيك معناها يساوي V1X، ويساوي قدي طلعنا السرعة السينية اللي هي 50 كوساين 30 درجة 37 آسف زاوية 37. 50 في كوساين 37 بيطلع معنا تطلع 40 متر في الثانية. وهنا في الساحة بابي في ليش؟ ما فيش إلا هي، فيش إلا هي محصلة، يعني ما في واي صفر لابد تأخذ محصلة لها. ففي عند 3 ثواني يساوي إيش؟ 40 متر في الثانية. وهاي بتكون الثانية جاهزة. ثلاث سرعة الجسم عندما يكون على ارتفاع 5 متر أثناء النزول إيش رأيك يعني؟ هون ارتفاع 5 متر أثناء النزول، هاي ارتفاع 5 متر. يلا خذ المسار، من وين المسار بدنا ناخذه؟ انا عندي دائما اقصى ارتفاع، بحب اقصى ارتفاع. يلا هون اقصى ارتفاع، من وين بدي اضل ساحب لهون؟ قد ايه المسافه بده يكون قطعها؟ اللي هي 45 ناقص 5 اللي هي 40 قد ايه متر، هاي المسافه تبعتي. يلا بحط القانون v2 يساوي طبعا الواي يساوي v1y زائد ايش؟ زائد g ايش في h g اسف. طيب تمام حقه علي أنا آسف، هذا مش القانون اللي بستخدمه، بستخدم قانون المسافة لأن عندي مسافة. V2 y square يساوي V1 y square
زائد 2GH. ليش حطيناها زائد؟ لأن المسار مع اتجاه الجاذبية الأرضية. هنا V2Y وهنا V1Y. هيك انتو فاهمين مسار زي ما حضرنا الفيديو هذا، كان مركينكو فاهمينه. V1Y تربيع هنا ايه؟ صفر لأنها عند أقصى ارتفاع. هنا V2Y تربيع، شو يساوي؟ 2 في 10 في 40 ويساوي اللي هي 800 V2Y سكوير. خذ V2Y شو يساوي جذر 800؟ قد ايه جذر 800؟ 28.3، 28.3 متر في الثانية، تمام. وين اتجاهها؟ للأسفل. طيب أنا بدي السرعة كلها، ما بديش بس سين وصاد. طيب فبحسب V شو يساوي، تمام، الجذر ل V2Y سكوير عند هون زائد VXY X2 سكوير. طبعا VX ما بتتغير يا حبايبي، رح تضل 40. هون 28.3 تربيع زائد 40 تربيع، ف بتطلع زائد 1600. خذ جذر الإجابة، بتطلع السرعة اللي هي 49.49، طلع 49 متر في الثانية. قد ايه طلعت قيمتها؟ 49 متر في الثانية، تمام. طيب شو الاتجاه؟ طيب هو طالب اتجاهها؟ لا مش طالب اتجاهها، هي السرعة. بدك اتجاهها، طالع الاتجاه. هي فيتا يساوي تان الانفرس لـ V2Y على V2X، ويساوي اللي هي تان الانفرس هيها V2Y اللي هي 49، آسف اللي هي 28. V2Y هي 28.3، 28.3 على 40، خدها. تطلع في تقدي 35 درجة تقريبا. بتمنى الأمور تكون واضحة، وإذا مش واضحة ما تخاف، راح نأخذ أمثلة كثير أحسن من هيك، وكثير راح تتعود على الحل. أهم شيء في المقذوفات، أعطيك الملخص، شوف المقذوفات، بحدد المسار اللي عندي، تمام. إذا كان دائما حاول خذ أقصى ارتفاع، ليش؟ لأني بعرف إن المركبة الصادية عنده شو تساوي؟ صفر. المركبة السينية لا تتغير، دائما نفس الإشي. ثلاث قوانين تكون حافظهم، ما بدي غيره. V2 يساوي V1 زائد AT، وعندك A بتبدله إذا كان عمود الحركة بتكون A تسارع الجاذبية الأرضية. و V2 سكوير يساوي V1 سكوير زائد 2AT ولا 2AD أو H بتسميها، بدك تسميها D، بدك تسميها H. والبعديها يا حبايبي اللي هي بنسميها دي، المسافة الأفقية أو المسافة العمودية، شو يساوي؟ تمام، اللي هي V1T minus نص HAT سكوير. شو هذول كل واحدة؟ هاي معناها السرعة في الموضع الثاني. هاي شو معناها؟ السرعة في الموضع الأول. شو معنى هاي؟ إيه؟ التسارع. إذا كانت حركة عمودية بيكون التسارع هون جي، بيكون إذا كانت حركة عمودية بيكون التسارع هون جي، وإذا كان عكسها بيكون سالب، وإذا كان العكس بيكون سالب، تمام. وهون إذا كان العكس كمان بيكون سالب، ديروا بالكم، تمام. شو في سوير هالحركة؟ آسف، في الموضع الثاني السرعة النهائية، وهي السرعة الابتدائية في المسار. هنا التسارع وهنا ايه المسافة العمودية، نفس الاشي. هون المسافة سواء عمودية او افقية، او هون المسافة كمان عمودية او افقية. هون تي الزمن نص، هون ايه دي التسارع، تي الزمن تربيع. بتمنى الامور تكون واضحة، واذا ما كانتش واضحة يعني سامحوني، راح ناخذ كثير يعني، راح نحل كمان 20-30 سؤال، ما تخافوا يعني. هذا الدرس بده شوية يعني تعب شوية، لانه بده رياضيات بكون متمكن وسهل يعني، مش تقولوا ما هو صعب. طيب بنشوفكم ان شاء الله في درس قادم، الى اللقاء.